واحد بيسلم سكة إذا كان خطأ يحسب خطية بدون نية لا. الفكر الخاطئ حاجة من حاجتين، إما نابع من القلب أو من العقل الباطن، وإما محاربة خارجية. إذا كان محاربة خارجية ما اعتبرش خطية إلا لو أنت قبلت الفكر ورحبت بيه وفتحت له أبواب عقلك وقلبك ولخبطت. لكن مجرد حرب خارجية ما يعتبرش خطية. لكن إذا كان نابع من قلبك يبقى خطيئة.